كانت الأوضاع مضطربة ساخنة، والمنطقة الهادئة المسالمة أضحت تعاني ويلات النفوذ الأجنبي من جديد، فاجتمع القادة العرب من كل محيط الوطن إلى خليجه بحثاً عن صيغة مسالمة تحافظ على استقرار العراق وسلامة أرضه. علاقات سياسية لم تخل من اضطراب وتوتر، وخلفية تاريخية تحمل ضغينة في نفوس البعض، وكلمات استثنائية ساقها العقيد الليبي معمر القذافي على الملأ بخصوص الأمير عبد الله آل سعود ولي العهد آنذاك، جعلته يتوعده بمصير غامض. فما القصة؟ لم تهدأ ناصية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والذي حضر قمة العرب في مدينة شرم الشيخ في مصر عام 2003 في ذلك الوقت باعتباره ولي العهد السعودي وممثلاً عن أخيه الملك فهد بن عبد العزيز، خاصة وأن ظروف الملك السعودي الصحية لم تكن في تلك الأثناء على ما يرام، وحالت بينه وبين مزاولته مهام منصبه بالشكل الأمثل، ليحمل ولي العهد على عاتقه مسؤولية الحضور في المناسبات الرسمية وتسيير أمور البلاد. إلا أن الملك فهد كان حاضراً وبقوة عندما تحدث القذافي عن مكالمة هاتفية جمعتهما معاً عام 1991 بخصوص الغزو العراقي للكويت، متحدثاً عن أن الملك السعودي أشار إلى أن أمريكا دولة عظمى، إذا أرادت دخول العراق من يستطيع منعها؟ ولم يتوقف القذافي عند هذا الحد، بل استطرد أكثر في حديثه أمام وفد السعودية الحانق على كلماته، خاصة عندما تطرق إلى لقائه بعد ذلك بالملك فهد، مؤكداً من جديد على أن الملك السعودي كان يدرك أن العراق بعد غزو الكويت سيجتاح السعودية. عندما رصدت القوات السعودية انتشاراً هائلاً وغير مسبوق للقوات العراقية والمعدات العسكرية على الجبهة بين البلدين الشقيقين، في تأكيد صريح على أن الموقف يزداد تأزماً ويحتاج إلى نوع من التدخل الدولي الحاسم لإيقافه. وقتها كان الأمير السعودي يحاول قدر الإمكان تجنب سخافات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومن هم على شاكلته في تلك القمة الفريدة، فضلاً عن تطاوله البالغ في حق المملكة العربية السعودية في واحدة من أكثر القمم العربية توتراً على الإطلاق، والتي عقدت من أجل التباحث بين القادة والزعماء العرب لمعارضة التدخل العسكري المحتمل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى أراضي العراق، إلا أنها اتخذت منحاً آخر بتبادل الاتهامات. لكن مع توالي كلمات العقيد وسهامه التي يوجهها بشكل حاد إلى ولي العهد السعودي، بلغ الغضب مبلغه بالأمير عبد الله، وقرر أن يرد صراحة على القذافي، خاصة بعد كلماته الأخيرة التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت من الكأس. عندما تحدث العقيد عن دور المملكة في التحالف ضد العراق في المرة الأولى، في إشارة إلى عاصفة الصحراء وما حدث قبلها عندما توغلت القوات العراقية في الأراضي الكويتية في مشهد غير مسبوق لم تشهد عليه المنطقة طوال تاريخها، بدأ الأمير عبد الله حديثه متسائلاً باستنكار: من الذي جاء بالقذافي على رأس الحكم في ليبيا؟ في إشارة واضحة لما دار في الجماهيرية الليبية عام 1969 من حركة بعض الرتب الدنيا في الجيش التي انقلبت على الحكم الملكي في ليبيا. إشارة ولي العهد السعودي كانت واضحة أن القذافي لم يكن قادراً بمفرده أن يحظى بحكم بلاده وشعبية جارفة ما لم تكن وراءه قوى استعمارية تحركه وترتضي وجوده على رأس الإدارة السياسية في بلاده التي تعج بالثروات الهائلة. ولم تمضي ثوان قليلة إلا واتهم الأمير عبد الله آل سعود صراحة العقيد معمر القذافي بأنه أحد عبيد الاستعمار في المنطقة العربية. هذا اتهام لم يقتصر عليه وحده، بل طال البعض الآخر من دون ذكر أسماء محددة علناً. كذلك لم ينس ولي العهد
العهد السعودي أن يكذب كلمات القذافي التي قالها بحق أخيه الملك فهد فيما يتعلق بمعاونة القوات الأمريكية على إخراج صدام حسين وقواته العسكرية من أرض الكويت خشية اجتياح السعودية فيما بعد. كلمات مقتضبة ومشاجرة بالغة الإثارة كانت كافية في ذهن الأمير عبد الله آل سعود الذي تولى حكم المملكة بشكل رسمي بعد عامين اثنين فقط من تلك الحادثة. كانت كافية بأن يتوعد العقيد القذافي بمصير غامض وغير مسبوق في نظر البعض، خاصة بعدما بترت قنوات الإرسال التلفزيوني ما تبقى من حديث الأمير السعودي حفاظاً على الشكل العام للقادة العرب واجتماعهم المهيب لبحث قضية عالقة بالغة الأثر حيدتهم عنها كلمات القذافي ورد آل سعود. وسط تساؤلات محيرة ظلت تنتظر إجابة وافية حتى سقوط نظام معمر القذافي أواخر عام 2011. هل كان للنظام السعودي علاقة واضحة بذلك المصير الذي لم يكن متوقعاً حتى نشوب ثورة البوعزيز في تونس ثم ثورة التحرير في القاهرة؟ خاصة وأن ذلك الصدام بين البلدين الشقيقين استمر صداه إلى عام 2009 في العاصمة القطرية الدوحة والتي تم الاتفاق فيها على عقد المصالحة برعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة قبل أن يعكر القذافي من جديد صفو الاتفاق المسبق. لكن في النهاية تمكنت الوساطة القطرية من إسدال الستار على ذلك المسلسل غير المقبول بين قائدين عربيين من علية القوم في جلسة سرية مصغرة أسفرت عن صفاء الدواخل ونهاية الصراع حتى سقوط القذافي بعد عامين فقط. لكن ما حملته تصريحات مستشار الديوان الملكي السعودي السابق سعود القحطاني أثارت بعض الشكوك ناحية القذافي الذي لم ينسى ما حدث في قمة العرب في شرم الشيخ عام 2003 وقرر أن يرد بالشكل الذي يرتضيه. فهناك قصة مكتملة الأركان تشير إلى ضلوع القذافي بالتشارك مع دولة خليجية صغيرة في مؤامرة ضد المملكة العربية السعودية لأخذ حقه فيما بدر من الملك عبد الله على الملأ وأمام القادة العرب، خاصة بعدما تواصل مع المنشقين السعوديين وخاصة هؤلاء المقيمين في لندن فلم يتفاعلوا معه لاتفاقهم مع دولة خليجية للعمل لصالحها بحسب رواية مستشار الديوان الملكي السعودي السابق. الأمر الذي عجل بالتعاون بين القذافي وبين تلك الدولة من أجل إنهاء حياة الملك عبد الله في سابقة فريدة لم تكلل بالنجاح، خاصة مع سقوط النظام الليبي عام 2011، سقوط مدون حمل في طياته الكثير من المفاجآت، خاصة بعد الكلمات التي كتبها العقيد معمر القذافي في رسالته الأخيرة إلى الملك عبد الله آل سعود والتي حذره فيها صراحة من محاولة لإيقاعه تتورط بها دولة خليجية صغيرة. رسالة أفصح عنها أخيراً رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الدكتور العجيل بريني والذي كلفه العقيد القذافي صراحة بضرورة التواصل مع السفير السعودي في إسبانيا، مفادها أن طهران بالتشارك مع دولة خليجية صغيرة تسعيان لقلب نظام الحكم. رسالة ربما أكدت على أنه حتى اللحظات الأخيرة للعقيد معمر القذافي على رأس الحكم في ليبيا كانت الأمور بينه وبين السعودية صافية إلى حد بعيد ولا يحتفظ أي من الطرفين بأية ضغينة ممكنة تجاه الآخر في حديث مخالف لرواية القحطاني، وهو الأمر الذي يكسر كل الفرضيات التي تسوقها بعض الأبواق والقنوات الإعلامية فيما يتعلق بضلوع السعودية في إسقاط القذافي. برأيكم لماذا لم ينفذ الملك عبد الله آل سعود وعيده فيما يخص الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي؟